مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى صدى الأسبوع. عودة تفشي الوباء الكوليرا تثير مخاوف المواطنين ووفاة عدة. القبض على مواطن يحاول تهريب مجموعة أثرية في الشهر. الحديدة، معاناة السكان من تكدس القمامة وطفاحي المجاري. تزامنا مع اليوم العالمي للمياه، عدن تناقش الوضع البيئي في اليمن. في حبيشبيب مسجد تاريخي على هيئة الكعبة المشرفة. قصر السلطان العفيفي بأبين معلم تاريخي قديم. عيد الأم في اليمن بين معاناة ووجع. في حجة مدرسة مهددة بالانهيار والناس يستغيثون. في تهامة المياه الراكدة أخطار كبيرة. مع بدء موسم الأمطار لهذا العام وتراكم المخلفات، تشهد معظم المدن اليمنية حالة انتشار لوباء الكوليرا ويتسبب بوفاة العديد من الأشخاص غالبيتهم من الأطفال. تتعانق السحب في سماء اليمن لتعلن عن بدء موسم الأمطار لهذا العام والذي أشرق بألم وباء الكوليرا وحمل مخاوف لدى المواطنين من تفشي المرض بشكل كبير، خصوصا بعد وفاة العشرات من المواطنين أنهك المرض أجسادهم والذي بات يعيش آلامه المئات من الأشخاص منذ مطلع العام الجاري. موجة جديدة تضرب محافظة تعز من الإسهالات المائية الحادة والكوليرا. هذا العام يختلف عن العام الماضي بكثرة عدد الحالات نتيجة لما تمر به المحافظة من شحة في المياه وتصدع المعززات الصحية التي تدعم قطاع الصحة من صندوق نظافة ومؤسسات المياه والصرف الصحي، إذ وصل عدد الحالات حتى اليوم 19 مارس 3781 حالة، منها 198 حالة مؤكدة بالتزريع في المختبر المركزي، كما بلغ عدد حالات الوفيات 10 حالات. تتصدر مديرية التعزية المديريات في عدد الحالات، إذ بلغ عدد الحالات في هذه المديرية 888 حالة، فيما تحتل المواسط أقل المديريات إصابة بحالتين فقط. تكدس المخلفات ونقص التغذية هو الخطر الأكبر للعديد من الأطفال وكبار السن، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الذي بات يتجول في أحياء مدينة تعز وغيرها من المدن. الكوليرا يزداد في قدوم الصيف، للأسف الشديد الوضع الصحي والبيئي للمدينة هذه السنة يعني سوف يكون عامل مساعد لانتشار الكوليرا بشكل أكبر من كل سنة. طبعا السبب المباشر انتشار القمامة يؤدي إلى انتشار الذباب والحشرات الأخرى. الذباب يلعب دور كبير في كدور كعامل ناقل للكوليرا. وجود الأطعمة المكشوفة بالشوارع وتناول الأطفال عامل آخر يؤدي إلى انتشار المرض، والكارثة الأساسية أن المدينة غير مهيئة صحيا ومستشفياتها شبه معطلة. وطبعا نحذر وندعو الجهات المسؤولة يعني لأخذ الاحتياطات اللازمة. وباء الكوليرا مرض يسبب إسهالا حاد يمكن أن يفتك بالشخص المصاب بخلال ساعات إذا لم يتلقى العلاج اللازم الذي تفتقر إليه العديد من مستشفيات مدينة تعز. الإمكانيات التي تتوفر في المحافظة لمواجهة هذه الموجة الشرسة من الإسهالات المائية والكوليرا لا ترقى إلى مستوى الكارثة. لدينا عشم ونأمل بأن شركائنا من شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية أن يمدوا يد العون في فتح مراكز جديدة للمعالجة وزوايا إرواء لمواجهة هذا الوباء المستشري والشرس في اللحظات الحالية. مرض الكوليرا منتشر أصلا بسبب القمامة المتراكمة سواء كانت على أرصفة الشوارع
أو كانت بالسوائل وذا، لذلك أدت إلى انتشار البعوض بشكل كبير مما أدى إلى تنقل المرض بشكل أكبر. تزايد حالات الكوليرا بشكل كبير في أحياء مدينة تعز هو ما يزود المخاوف لدى السكان من تفشي المرض الذي قد يفتك بأرواح العديد بسبب نقص الإمكانيات وتجاهل الجهات المختصة. ألقت الأجهزة الأمنية في الشاحر بحضرموت القبض على مواطن مع مجموعة قطع أثرية بينما كان يحاول تهريبها خارج البلاد. تتواصل الجهود الأمنية في محافظة حضرموت بشأن ملاحقة ومتابعي مهربي الآثار والمخدرات وغير ذلك. خلال اليومين الماضيين تم إلقاء القبض على شخص بحوزته مجموعة من الآثار في مدينة الشاحر الشرقي. مجموعة الآثار التي ضبطت هي عدد 21 قطعة أثرية، وكذلك تم بعد ضبطها تم إرسالها إلى أمن الشحر ومن ثم إلينا حسب توجيهات المدير العام الأمن لإعطاها أكثر اهتمام، واستمرينا احنا في الإجراءات بالنسبة لقضية الاتجار بالآثار، وهي جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات اليمني حسب المادة 137 بالحبس مدة لا تقل عن 4 سنوات مع الغرامة أو الغرامة أو الاثنين مع بعض، فهي جريمة معاقب عليها طبعا. وبالنسبة للمتهم محجوز وسيتم عرضه على النيابة المختصة. عشرات من القطع الأثرية تم ضبطها بحوزة الرجل، وهي عبارة عن تماثيل صغيرة وقطع حجرية ونقوشات ورسومات وخناجر من مادة النحاس ومجموعة واسعة من الآثار البرونزية الأخرى. نشيد بوعي كثير من المواطنين أنهم عند عثورهم على آثار في سواء كان في بعض الديان أو الهضاب في حضرموت وحتى خارجها يعني يعملون على الاحتفاظ بها، ثم يتواصلون مع الهيئة. وأذكر أن أكثر من المواطن أتى إلينا ببعضها ويقوم بتسليمها رغم يعني قلة محدودية الإمكانية المكافأة لها. الجهات الأمنية وفي حديثها لقناة السعيدة أكدت استلامها هذه الآثار واتخاذها الإجراءات الأمنية اللازمة. جريمة تهريب الآثار التي تم ضبطها في مدينة الشحر من قبل أفراد النقطة للقوات النخبة الحضرمية، تم ضبط هذا المتهم على الآثار الموجودة بحوزته، وتم تسليمه لأمن الشحر قسم البحث الجنائي، وبدورهم قاموا بالإجراءات الأولية، ومن ثم تم إحالة الموضوع إلى إدارة البحث الجنائي بالمحافظة إلينا، ومن ثم تم استكمال إجراءات من قبلنا والتحقيق مع المتهم والذي اعترف بقيامه بالتهريب عبر محافظة أبين ومن ثم شبوة حضرموت وصولا إلى المهرة ليتم المتاجرة بها وترويجها. تظل الآثار واحدة من الجوانب التي تعرضت للنهب والتهريب خلال هذه الفترة، وعملية الملاحقة للمهربين تعتبر من أهم العمليات التي تحافظ على ما تبقى من تاريخ لهذه البلاد. تعاني محافظة الحديدة من انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة نتيجة لتكدس القمامة والطفح المجاري التي تملأ شوارع المدينة. ليس هذا المشهد لبقايا مياه سيل مطر مر من هنا، بل هي مياه صرف صحي طفحت بها أنابيب المجاري في أغلب شوارع مدينة الحديدة. لكن الوضع في شوارع جمال والمعدل وأحياء الحوك وغليل زاد عن حده، فلقد بات منظر المجاري والقمامة اعتياديا والتي تعددت أسباب طفحها. نعاني من المجاري والقمامة، وخرجت مظاهرات كثيرة في القمامة ما شرواتب ولا في أي شيء من الموظفين، العمال النظافة حالتهم صعبة، والشوارع كلها بالمجاري والقمامة. انتشار الأوبئة والأمراض التي انتشرت خاصة في هذه الأيام عندنا بحديدة من الدفتيريا والكوليرا وغيرها بسبب انتشار المجاري وفيضانها وانتشار القمائم. ليست الروائح الكريهة وحدها من تؤذي الأهالي في شوارع الحديدة بسبب مياه المجاري، بل الأمراض والأوبئة الناجمة عنها وعن تراكم القمامة على أنواعها، ولكون البرد
موسم تكاثر حشرة الباعوض في الحديدة، فموسم من ملاريا قاتلة وقادمة ستخلفها مياه الصرف الصحي تنتظره المدينة. الأضرار التي الآن في هذه الأوضاع المجاري والقمامة والسبب الأوبئة، وفي حالتنا في هذه الحالات يعني انتشرت بكثرة، يعني عندنا في الديدان الأميبيا الجاردية يعني بشكل يعني فظيع. الأمراض تنتشر في كل الشوارع، مرض الكيفوت، مرض الكريرة، مرض الحمضنة في كل المستشفيات. نطالب المتخصصين بهذه المجال أن يعملوا واجبهم في بأسرع وقت، لأن الحالة تطورت بشد الحالة. يعني الجهات المعنية برغم كل ظروف العمل القاسية وانقطاع المرتبات والأجور تسعى جاهدة إلى إزالة القمامة وتنظيف الشوارع، والجميع يناشدون المنظمات بأن تؤدي دورا فعالا وخيريا لإنقاذ الحديدة وأهلها من جحيم المعاناة. تزامنا مع اليوم العالمي للمياه أقيمت في عدن جلسة نقاش شارك فيها مجموعة من المختصين والمهتمين، وذلك لمناقشة الوضع البيئي في اليمن والمخاطر البيئية المحتملة. المياه والصرف الصحي الأول أساس الحياة، فيما الآخر من أهم القطاعات المؤثرة بشكل كبير على البيئة، وبهما وعليهما تبرز صحة البيئة وحياتها. مرت بلادنا خلال الأعوام الماضية ولا زالت بفترات صعبة في شتى المجالات، ومنها ما تعرضت له البنية التحتية من تدمير بما فيها منظومة المياه والصرف الصحي لأغلب المناطق، مما ضاعف من وطأة المشكلة في هذا القطاع المؤسسي الهام، والتي أضيفت إلى معاناة المواطن إلى جانب عدد كبير من الإشكاليات المتعلقة بالمياه، وهي تحديات ندرة توافر الموارد المائية في ظل النمو السكاني السريع غير المضبوط. قبل أولا أن نفعل قوانيننا التي لا تسمح بالحفر العشوائي، التي لا تسمح بالبناء في الحرم المباشر والغير مباشر للحقول، التي لا تسمح برمي المخلفات، ايضا نحافظ على شبكات الصرف الصحي بحيث انها تكون بعيده عن مصادر المياه حتى لا تلوث. وتزامنا مع اليوم العالمي للمياه اقيمت جلسه نقاشيه لمناقشه الوضع البيئي في اليمن والمخاطر البيئيه المحتمله حدوثها، خاصه في ظل التدهور البيئي الحادث، ما ينذر بكارثه بيئيه يمكن ان تتصاعد بشكل سريع اذا ما تم الفشل في السيطره عليها. كمسجل للصوت المحلي في محافظه عدن اطلقنا اليوم صرخه في كيفيه الحفاظ على أهم مصادر المياه التي تتغذى منها محافظة عدن، وهي المصادر الرئيسي في حقول بير أحمد وبير ناصر والمناصرة، وكذا في حقول الروة في أبيان. هذه الحقول كما معلوم أنها تتعرض بعضها لزحف سكاني، لزحف خرساني، سيؤدي إذا لم يتم تدارك هذه الآفة الخطيرة إلى حرمان الأجيال القادمة من المياه. اليوم نحن نحتفل باليوم العالمي للمياه، اليوم العالمي للمياه اللي يصادف 22 مارس. اليوم العالمي للمياه هذا العام تحت شعار حتى نترك أحد خلفنا. طبعا فيما يتعلق بالموارد المائية في اليمن هناك مشكلة كبيرة، سواء فيما يتعلق بالحصول على الموارد المائية أو التغطية بالخدمات. لدينا مشاكل بالجملة، وهي مناسبة للتذكير بهذه القضايا، للتذكير بالمهام، للتذكير أيضا ليست احتفالية ولكن بالقدر نفسه للتذكير للحكومة وللمواطنين وللجميع. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيا، صدق الله العظيم الذي أحيا كل شيء فيما دمر الإنسان كل جميل بإهمال غير مكترث للأرض التي يعيش عليها. تعد قبة الحاج صلاح أو ما يطلق عليها بقبة الصخرة والمسجد المبني على هيئة الكعبة المشرفة، تعد معلما أثريا في مديرية حبيش بإب. هذا تقرير يسلط الضوء على هذا المعلم الهام. من الجميل أن تزور منتزها جديدا أو منتجعا سياحيا لقضاء إجازتك، لكن هل جربت زيارة أحد المعالم الأثرية الخالدة عبر مئات أو ربما آلاف السنوات، والتي يقف العقل عاجزا عن تفسير سر صنعها بدون أي إمكانيات حديثة؟ اليوم وبعد أكثر من 400 عام نعد الوسيلة الإعلامية الأولى حسب قول الأهالي، والتي تصل إلى بعض آثار مديرية حبيش في محافظة إب.
الأول مرة القناة هذه توصل، لأنه للأسف من الأول ما كان مشمني طالب، الآن وصل الشيخ عبد العزيز فهو عي النشاط هذا. ما كان مشمني طالب، المواطنين أنفسهم ما كان مش مهتم بالأشياء هذه. قبة الحاج صلاح أو قبة الصخرة والمبنية على شكل المسجد الأقصى تحتوي في داخلها على العديد من الكتابات المؤرخة لصاحب البناء وتأريخ بنائه. وهذا المسجد الذي بني على شكل الكعبة المشرفة يعد هو الآخر معلما أثريا مهما غفل الزمن عنه. هذا يقولون أن الشيخ سعد الدين الرحاج ورجع يعني أسس الجامع هذا على شكل الكعبة. الكعبة. هي. هذا على ما يقولون الأولين. وهذا في الديور ديور أثرية هذه طبعا أنت في مروحة نقل العقا مديرة حبيش. نعم. وهذا الأماكن هي أثرية. لا أكثر من 400 عام الجامع اللي بني واللي بنوا الشيخ سعد الدين العقاب، وطبعا وضع له أكثر من 2000 قصبة وقف أو قفل الجامع، وبينه القيم الجامع وبينه يعني ناس مقيمين به. وبالنسبة للآثار اللي داخله عتزوره داخله وتاريخه مسجل بالله، اللي بنوا يسمى بن عطاء واحد البنا يعني أدوه مخصوص. أما بالنسبة للنقشة الخشبية اللي على السطح فنحتت نحت، ما كان مش وسائل نحت لا ورش ولا بو، ما كان مش موجودوا إلا القدوم والحجر. في دول كثيرة يهتم الناس بمعالمهم الأثرية وتجسيدها وجعلها مزارا للناس والسياح من أبناء المنطقة وخارجها، لكننا هنا وجدنا العجز في الطرق المؤدية إليها والتي منعت الناس من معرفة ما تحتويه هذه المديرية من معالم وآثار سياحية. المواطن طبعا محافظ على الديور، شوفوا كيف أمامك محافظ على الجامع. الآن كانوا الناس خبراء يعني أعظم من الآن من الوقت هذا الحالي، فناقشوا السقف هذا نحتوه من الخشب الطنب وعملوا على شكل جسور، وضعوا الخشب كامل على داخل الجسر البراني اللي هو تمام على أساس أنه لا يتأثر بالمطر ولا بالماء ولا بكذا. فوضعوا السطح الآن تشوفوا من قدم 400 سنة وهو كأنه له 10 سنوات. ما تأثرش بعوامل التعريه خالص ولا بشيء ولا من كمية مسحة النقشة حقه، لأنه لو مسحنا النقشة حقه الآن الوقت الحاضر ما بش معنا من ينقش هذه النقشة الموجودة دي بداخله فعلا. لأنه جامع زي الجوامع المغربية اللي كانوا يورونا بالتلفزيون عندنا قدوم موجود ل 400 عام. حبيش مدينة معلقة في السماء، قصيدة خضراء وسيمفونية عشق بين أبنائها، تقاسيم وجد تؤكد على أهمية تأريخها العابق بالحضارة. فصل من الإعلان ومن ثم نعود. قصر السلطان العفيفي بأبين معلم تاريخي قديم. عيد الأم في اليمن بين معاناة ووجع. في حجة مدرسة مهددة بالانهيار والناس يستغيثون. في تهامة المياه الراكدة أخطار كبيرة. أهلا بكم. قصر السلطان العفيفي بمحافظة أبين معلم تاريخي يدل على عراقة الإنسان اليمني المتفرد بفنه المعماري القديم رغم إهماله الآن. نتابع. في محافظة أبين معالم تاريخية فريدة، وهذه المعالم تختزل التاريخ والحضارة القديمة، ومن تلك المعالم الشامخة والبارزة قصر السلطان العفيفي في مدينة الحصن التي كانت في الزمن القديم عاصمة السلطنة اليافعية. يقع القصر فوق جبل المنقاش ويعتبر من أهم المعالم التاريخية اليمنية القديمة. نحن أمام معلم السلطان العفيفي، والذي يعتبر يعني معلم من معالم محافظة أبين وفي منطقة الحصن. في يوم من الأيام طبعا التجارة
ومشتروات كل منطقة تدار من هذه المنطقة على مستوى مدن محافظة أبين. المركز الرئيسي والتجاري أبان الستينات وحتى السبعينات هو من منطقة الحصن. اليوم الحصن لم يكن لها الدور الذي كانت ترتاده في السابق. من جهة الجنوب يطل على المنطقة تل صخري يسمى المنقاش، وفي قمته يظهر قصران مبنيان على الطراز الإنجليزي، حيث تقول المعلومات التاريخية بأن القصران بناهما السلطان عيدروس بن محسن بن علي العفيفي عندما انتقل من القارة إلى الحصن واتخذه قاعدة لحكم الساحل قبل قيام السلطنة. اثنين قصور، القصر الفوقي حق محمد عيدروس والقصر التحتي حق السلطان عيدروس. القصر كان أول مرة محمد عبد المجيد بن أخو عيدروس بن محسن نزل بعدين جعار يجلس، والقصر ما حد فيه بند. أما القصر الفوقي فيه معناته بن أخت الشيخ فضل اللي هو عادل عيدروس بن محسن. رصيد تاريخي يمني لليمن يجب المحافظة عليه والاهتمام به من قبل المعنيين وأبناء المنطقة. يحتفل العالم بعيد الأم في 21 من مارس، وتحتفل أمهات اليمن بهذا اليوم أيضا في ظل ظروف استثنائية وصعبة. إيش تقول لماما يا وائل؟ كل عام وانت بخير يا ماما. وإيش تقول لأصحابك اللي يسمعوا كلام ماما؟ فضلين. وين واحد يوديهم اللي ما يسمعش كلام ماما؟ السجن. سجن وانت تسمع كلام ماما؟ ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. أمه يا حبيبة القلب بك أعرف الله وأرى الجنة، فالأم سكن الحياة ومهبط النجاة، ونحن ذا احتفلنا كسائر العالم بعيد الأم، لكن فرق شاسع بين الاحتفال بها يوما واحدا وإساءة معاملتها من البعض بقية أيام السنة. أوجه رسالة إلى كل الناس، إلى كل الأبناء، للاهتمام بوالديهم، لأننا نحن مسلمين وديننا الإسلامي حثنا على طاعة الوالدين، بل أن الله سبحانه وتعالى قارن طاعته بطاعة الوالدين. ولكن للأسف الشديد في هناك شذاذ في هذا المجتمع بأنه لا يهتم بوالديه، لا يهتم بطاعة الأم، مع أن الإسلام كذلك يحثنا على مصاحبة الوالدين، والصحبة هنا تعني إيش؟ دوام العشرة معهم. أهني أمي وأهني جميع أمات اليمنيين والمسلمين بشكل عام، وليس يوم معين لعيد الأم، هو كل يوم أنك تشوف أمك بصحة وبسلامة هذا يعتبر أنه عيد ونعمة لك ولأي مواطن ثاني ولأي شخص آخر. إذا صغر العالم كله فالأم تبقى كبيرة، فهي كعود المسك كلما احترق فاح شذاه. وكم من أمهات اليوم تركهن أبناءهن في دار العجزة أو تخلوا عنهن من أجل زوجة أو سفر أو أي مصلحة، وكم من أم أصبحت تتسول شوارع المدينة من أجل لقمة عيش لا أكثر. هنا ماذا نقول لهن ولأمهاتنا؟ كل عام وهي بخير، كل ساعة وكل دقيقة إن شاء الله ربي يريح عليها دنيا وآخرة ويرضى عليها، وإني أحب كثير. أقول لأمي كل عام، وكل عام أمي أغلى ما في الدنيا. أفضل كتاب قرأته هو أمي، وما يتعلمه الطفل على ركبتي أمه لا يعوض بثمن، وما هذه الهدايا إلا تعبير بسيط عن الحب والامتنان. حروف ورد، نسوي سلات ورد، سلات ورد مع شوكولاتة على حسب اختيار الزبون، هذه اللي يحب المفضل أمه. صلوات الأم الصامتة الرقيقة لا يمكن أن تظل طريقها إلى ينبوع الخير. قبل أن تفقد أمك كن لها جزءا من الحنان الذي كان لك. كل عام وأنت بخير يا ست الحبايب. أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة ست الحبايب يا حبيبة.
يناشد أهالي القينية بحجة إنقاذ أطفالهم من سقوط أو انهيار مدرسة الهدى فوق رؤوسهم، حيث تقع المدرسة بجوار ركام من الأتربة والصخور التي تغطي جزءا كبيرا منها. تتعرض مدرسة الهدى بمحافظة حجة لمخاطر كثيرة، منها نزول الأتربة والأحجار نتيجة السيول، فالمياه تمر من على المدرسة، الأمر الذي عرضها للضرر. المدرسة متضررة من الجدران الخلفية، حيث أن التراب فيها غير مستقر، يمشي واصل دائما، مما أدى إلى كبس الرصيف من الجهة اليمين أكثر من مترين، ومن جهة الشمال حوالي متر، ومن جهة اليمين متر، وهذه الجهة متأثرة من السيول تنزل واصل حتى وصلت عند الطيقان، عائق لنا من التدريس وتأثرا على الماء على الأساس، وحجز على البيارة، تأثرت البيارة حق المدرسة، وتأثرت الحمامات حق المدرسة. المدرسة وضع متدني جدا جدا، وتعاني من تحتاج إلى جدار عازل لأن السيول تجرف الحجار والتراب فوق المدرسة، قد اندفنت نصف المدرسة. وضعنا الدور جدا، السيول تنزل بالجارف هذا وتنزل فوق الطوائف حق المدرسة، مما يؤدي إلى إيش؟ إلى دخول النفط داخل الفصول، وهذا يسبب لنا عائق كبير في التدريس. هذا هو حال المدرسة كما يبدو في الصورة، مواسير مكسرة ونوافذ مدمرة وجسور المدرسة مدفونة في التراب، وكل شيء يتعرض للإهمال بشكل كبير. العمدة من داخل تأثرت من السيول واكتبست، باقي لو تشوف الجدار من داخل جدار ساند كبير تأثر من الماء، فلو في فاعل خير لإكمال البناء وإقامة المدرسة تؤدي رسالتها التعليمية على ما كانت عليه سابقا الأساسي والتحفيظ ومحور الأمنية، يستفيد منها جميع أصحاب المنطقة. الأهالي يناشدون المنظمات الإنسانية والمحلية بإنقاذ المدرسة التي يمر من فوقها أيضا السيارات والناقلات، والطلاب مهددون بالخطر باستمرار. نطالب وناشد أصحاب الخير الفاعلين الخير بإصلاح جدار ساند ليجي المدرسة ويحفظها من التضرر السيول ومن نزول النيز، والمحافظة عليها حتى تستمر تؤدي رسالتها التعليمية التي بنيت من أجلها. أنا ناشد أهل الخير من الله المتوان مدني منهم يتبرع المدرسة ويبدلها اللي يتسهل. ثانيا بعض الآباء أخذوا أبنائهم من المدرسة نتيجة لهذه الأشياء ولهذه الأعمال وبوقع المدارس أخرى. التعليم في اليمن يتعرض لهموم بالغة، من الإهمال إلى التدمير إلى الغياب، إلى ما وصل إليه الحال في مدرسة الهدى بمحافظة حجة، والجهود تظل ضئيلة والعملية التعليمية مهددة بالانهيار ما لم يجري إنقاذها. في قرية الصنيعة عزلت الأصابع بشمايتين، يحتاج المركز الطبي إلى لفتة كريمة من قبل مكتب الصحة بالمديرية، حيث أنه يقدم خدمات لجميع أبناء المنطقة، لكنه يحتاج ويفتقر للكثير من الدعم. رغم أنه المركز الصحي الوحيد في عزلة الأصابع بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز الذي يتوافد إليه المرضى من 25 عزلة مجاورة واستقباله لما يقارب من 50 حالة مرضية بشكل يومي، إلا أنه يعاني من ضغط شديد نتيجة ما يعانيه من شحة الإمكانيات ونقص في الكادر الطبي. مركز الرحمة يتوسط 3 عزل: عزلة الأصابع، عزلة العزاعز، عزلة الزريقة. اليوم كما لاحظنا اليوم عند الدكتور يعني لاحظنا عدة حالات من حقفات، من حباقير، من الزكيرة، يعني المركز يعاني من نقص بأدوات المخبرية، يعني وحدة مخبرية متكاملة ناعنة يعاني من نقص. كذلك المركز يعاني من عدم وجود قسم القابلة اللي هو الولادة،
موجود القابلات، لكن ما بالنسبه لي كدكتوره دكتوره الولاده غير موجود، يعني مش موجود. المركز هذا يقدم خدمات كثيره للمواطنين، لكن مع الاسف ايضا يحتاج الى دعم، الى استكمال النواقص في بوه. مثلا بعض الحالات تطلع لمستشفى خليفه عشان جهاز موجات فوق الصوتيه، مكلف جدا على المريض واسره المريض. مركز الرحمة الطبي الذي بات يرجو الرحمة والدعم نتيجة ما يعانيه من نقص شديد في المحاليل الطبية والأجهزة التشخيصية وافتقاره لوحدة مخبرية متكاملة أو وحدة تصوير لأشعة مقطعية ما يزيد من معاناة المواطنين الوافدين إليه. نحن نشتغل في جهاز ميكروسكوب بدائي، يعني المحاليل نوفرها يعني مجهود ذاتي، محاليل المختبر ولا الأشياء الإسعافية الأخرى الموجودة مثلا حق المجارحة، العلاجة الإسعافية الكذا، كلها بمجهود ذاتي، يعني من يعني من إرادة المركز، من فاعلين خير، يعني كلها بمجهود ذاتية. ينقصنا حاجات كثير داخل هذا المركز، سواء في المختبر، سواء علاجات، لا في حد تعور من حصل له لا شاش ولا سبيرت ولا عطب. هذا المركز ما حد يدعمه، سواء من منظمات ولا سواء من مكتب الصحة. يقول القائمون على المركز أن معاناتهم تزداد كل يوم نتيجة افتقار المركز لأبسط الاحتياجات الضرورية والمواد الإسعافية، فما يقدمونه من خدمات هي جهود ذاتية أو ما يجود به فاعل الخير. ورغم مناشداتهم المتكررة للجهات المعنية في النظر إلى حالهم، لكن لا حياة لمن تنادي. في عندنا يعني نواقص كثيرة في المركز، من ضمنها الوحدة المخبرية المتكاملة، وقد طرحناها يعني عدة مرات في عدة مناسبات، وناشدنا يعني وزارة الصحة ومكتب الصحة في المديرية، وأيضا مكتب الصحة في المحافظة، رفعنا عدة مذكرات بهذا الخصوص، ولكن لا حياة لمن تنادي. نناشد أصحاب الخير أن يدعموا هذا المركز. الآن الدكتور من الصباح لحد الآن 4 ساعات يستقبل 15 حالة. العزل هنا كثيرة تتوارد للمركز هذا، بس ما فيش من يدعم هذا المركز. نحن محتاجين لأدوات مجارحة، نحن محتاجين لأدوات لمحاليل، نحن محتاجين للمختبر، محاليل للمختبر، أجهزة للمختبر. إذن هي صرخات المرضى ومعاناتهم المتكررة يطلقها القائمون على هذا المركز نتيجة ما يعانيه من نقص في الإمكانيات والمستلزمات الطبية والكادر الطبي وغيرها، علها تجد استجابة سريعة من المعنيين وفاعلي الخير وكذا المنظمات العاملة في هذا المجال للقيام بدعم المركز وانتشاله من الإحالة التي يعيشها، كي يستعيد عافيته ويقوم بمهامه في خدمة المرضى الوافدين إليه والتخفيف من آلامهم. تمثل المياه الراكدة في البرك والأبار المكشوفة في تهامة خطرا كبيرا تتهدد حياة الأطفال وتتسبب في الموت والأمراض، وذلك بسبب الإهمال من قبل ملاك المزارع. الآبار المكشوفة في المزارع خطر يهدد الأطفال والمارة بشكل عام، يصل عمق هذه الآبار إلى أكثر من 100 متر تقريبا، وتركها بهذا الشكل يدل على الإهمال، لا سيما وقد وقعت العديد من الحوادث في هذه المناطق وما جاورها. أثلك البشر الدمبير أتبي سائر شيء سندر ضروري. حتى طفل كلب طائر حنشو ما أتفلت فيه لا تبذر فعل ذا. ما يسوي ولا ملي. يغطونها بسمنت، يغطونها بحاجات لتسترها. كيف ما وكيف حصل خيرات؟ ما اللي حصل؟ إذا صار يتوه عد طعنا ما عندهم كردف في بيره وميس حتى مجنونه حتى يكون مجنون. طيب من يتحمل المسؤولية؟ ما يتحمل المسؤولية، يتحملها صاحب البير وما قطش ذولا حافظ ألم إمكان حقه على تغطياته. لا تعد هذه الآبار المكشوفة وحدها هي ما يدعو للقلق، بل إلى جانبها هذه البرك التي يغوص فيها الأطفال وما تحتويه مياهها الراكدة في معظم الأحيان من أمراض وأوبئة كامنة، هي الأمر الذي يسترعي الانتباه
ويشير إلى وقفة توعوية ومزيد من الحرص في التعامل معها. البرك بعض الأحيان تكون غميرة، يعني العمق بعيد، خطر على الأطفال، وبعض يعني بعض الأحيان يكون المياه ملوثة بالنسبة عن طريق اللي هو النامس ولا آبار، يعني بالنسبة للآبار يعني تكون إذا ما تكون مكشوفة بعض الأحيان أي شيء، أي طارئ من أي مكان يجي، حتى دابة أو حيوان أو طير يعني يجي يا يغرق فيه. بالنسبة لأصحاب المزارع لازم تكون الآبار مغطاة دائما بشبك أو بزنق، من زنقة الهنجر هي اللي هي الهنجر، وبرضو البراك يعني لازم تكون صيانة دائما كل يوم، يعني بعد أيام خمس أيام يغير لها الماء، يغسلها، يعتني بها حتى يحافظ على البيئة هو نفسه. كثيرة هي المقومات الإيجابية التي تشدك للريف ومزارع الريف في تهامة، ولكن ما يفسد روعتها هو هذه المناظر السلبية في بركها وآبارها. وهنا كانت رسالة الأهالي إلى جميع ملاك المزارع بضرورة وضع وسائل الأمن والسلامة عليها حفاظا على أرواح وصحة الجميع. فصل من الإعلان ومن ثم نعود. استنكار واسع للاستخدام السلبي لوسائل التواصل في اليمن. الأعراس التهامية طقوس خاصة لا تتكرر. أهلا بكم. بطريقة إبداعية استطاع أحد الشباب في عدن ابتكار طريقة جديدة لإنتاج الديزل الحيوي في بادرة تستحق الدعم والرعاية والاهتمام. بعقل كبير وفكر متقد وهمة عالية تفجر إبداع الشاب كامل عبد المجيد ذو 30 عاما. هو صاحب 12 ابتكارا أهمها مشروع جرين آيديا سنتر لإنتاج الديزل. فرغم الظروف التي تحيط به صنع الخطوات الأولى لمشروعه. أقمت المشروع في أواسط عام 2016، والحمد لله يعني قمنا بإنتاج 5 براميل دفعة واحدة، عبارة عن 1065 لتر دفعة واحدة، مع قدرة إنتاجية 10 براميل في نفس الوقت 6 ساعات. يعني أتت فكرة المشروع في 2014 لما تخرجت من الكلية، شفت إحدى التقارير أو البرامج الوثائقية تتكلم عن الديزل الحيوي، فبدأت أعمل بحوث ودراسات على الديزل الحيوي، إلى أن أتتني فرصة في بداية 2016 مع منظمة صناع النهضة والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، شاركت في برنامج اسمه النقد مقابل العمل، وتم اختيار مشروعي واحد من أفضل المشاريع في المجموعات كلها، كانت عدة مشاريع. وبعد ذلك قاموا بتمويلي $5,000، وأنا أضفت $1,000 إلى أن قيمت معمل متكامل مع بمواصفات عالمية وقدرة إنتاج 10 براميل. ابتكار كامل يعتبر حلا لأزمة المشتقات النفطية إذا ما لاقى الدعم الكافي، وإذ يصنف كأول مشروع من نوعه في اليمن لتكرير الديزل الحيوي. مراحل إنتاج الديزل الحيوي بالنسبة في المعمل الحقيقي أو بأي معمل آخر حول العالم، مراحله تيجي تقريبا 4 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي تصفية الزيوت الطعام المستخدمة أو الشحوم الحيوانية المستخدمة في إنتاج الديزل الحيوي. أنا عملت 5 مراحل لتصفية الزيوت النباتية إلى درجة أنها تصير نقية جدا، ومن ثم المرحلة الثانية اللي هي تضاف إلى البروسيسر أو معمل إنتاج الديزل. أنا من المواكبين معه منذ البداية، وحضرت كنت في لجنة الاختيار اللي تمت مع UNDP اللي هي منظمة البيئة العالمية في الأمم المتحدة، واخترنا مشروعه طبعا
ونجح مشروعه ولاقى دعم من البداية على أساس تكوين هذا المشروع. والمشروع بحد ذاته مشروع للبيئة يعتبر مهم جدا في هذا العصر، لأنه مشروع بيئي نظيف وفي نفس الوقت غير مكلف. مشروع كامل الذي لم يتبقى منه إلا هذه الأجهزة المتواضعة التي يحتفظ بها في منزله المتواضع. يحاول كامل أن يفتتح معمله الجديد بيد أن هذا النجاح قد بدأ يحبو بسبب صحة الإمكانيات المادية. أشتي حول المعمل إلى معمل استثماري. طبعا المعمل حقي قدرة إنتاجيته 10 براميل، عامل دراسة جدوى أنا، ودراسة الجدوى هذه معتمدة من UNDP ومن منظمة صناع النهضة. دراسة الجدوى كالتالي: أنا محتاج تقريبا 20 مليون ريال يمني أو 40,000 دولار. هو بحاجة إلى قرض حسن لتطوير موضوعه، فأنا بعتقد أنه المجال الآن للبنوك، إذا في مجال مثلا والمنظمات الدولية الداعمة، إذا في مجال أنها تدعم هذه المشاريع الشبابية، أعتقد بيكون المعوق قد أزيل. ورغم أنه بيكلف 20 مليون، إلا أنه دراسة الجدوى تثبت على أنه قدرة إنتاجية المعمل 10 براميل في حالة أن احنا ننتج يوميا تكون أرباح نهاية كل شهر، أرباح صافية جدا تصل إلى 5.2 مليون ريال يمني. كامل لن يتوقف عند هذه النقطة، فلربما تمد يد من الله لإسناده وإتمام مشروعه، وقد نعود إليه بنجاح أكبر ومبتكرات أكثر، والله الموفق. بدلا من بقاء وسائل التواصل الاجتماعي خدمة مجتمعية لنقل الأخبار والمعلومات والاستفادة منها، تحولت مؤخرا إلى عامل سلبي ونقل للإشاعات والمشاكل. اجتهد عباقرة العالم في خلق أفكار لخدمة البشرية، فتطورت لتصبح سلاحا ذو حدين، مثل مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمها الكثير من اليمنيين سلبا، وتحولت لساحات للإساءة وإشاعة الأكاذيب، بل ووسيلة لنفث سموم الكراهية وتعميق الفرقة وغيرها. موقع حلو للتواصل الاجتماعي، كمان لتكوين علاقات وصداقة بالفيسبوك، لكن هنا باليمن حولوا الفيسبوك من تكوين صداقات وتواصل اجتماعي إلى شتم وسب وتكوين عداوات بينهم. تحولت مواقع التواصل الاجتماعي للعنصرية ولبث الكراهية وبث الكراهية والحقد والإساءة للآخرين. صار فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مواقع منفرة ومغيضة للمشاعر، سواء بالصور أو الألفاظ وبخطابات عنصرية ومناطقية، إلى جانب وجود حسابات وهمية تهدف للتشهير بالآخر أو لانتحال صفحات الآخرين، مما قد يدعو لمقاطعتها أو تنظيفها من بعض الأصدقاء. المواقع الاجتماعية استخدمت في اليمن لبعض الأشياء، لكن استخدموها استخدام غلط أقول لك أنا، لكن إنه يعني كالإساءات والعداوات استخدموها استخدام، إنما هي تكوين علاقات، تعارف اجتماعي، صداقات، إنشاء صداقات ويستفيدوا الكثير منها، مثل إنشاء المحبة، فيها بعض معلومات من الجانب الثقافي، من أي جوانب، ديني، تعليمي، أدبي، كافة المجالات فيها. إنما البعض قلت لك إنه استخدموها لبعض العاصمة لأشياء سلبية زي الإساءات، زي العداوات، زي أيوة ممكن. الميزات والتحديثات المتوالية لهذه المواقع تتيح للمستخدمين فرص تتجاوز تكوين الصداقات وتبادل الأفكار المختلفة إلى وسائل إخبارية وتسجيلات مباشرة، فلماذا لا نجعل القيم والأخلاق والارتقاء والنقد البناء هي معايير لكتاباتنا مهما اختلفت وجهات النظر والمواقف. القبعة المصنوعة من الخزف توضع على الرأس منذ زمن قديم لأغراض عدة، من أهمها الوقاية من حرارة الشمس والزينة. يطل من خزين الموروث الشعبي القديم في مناطق المرتفعات الجبلية بريف محافظة حجة،
أحد أسرار مكملات الزينة للنساء، إنها ظلة وهي غطاء للرأس تلبسه المرأة الريفية في أوقات المقيل أو العزومات النسوية، يحتوي على تطريزات لنقوش ورسومات مختلفة ويزيد إطلالتها روعة وجمالا، وتلبسه عادة مع ارتدائها الشراشف والشيلة، وتتفاخر النساء في لبسها، وتعتبر الظلة حكرا على المرأة المتزوجة فقط. الظلة فنانة وعجب تغطي على رأسي وامشي وانا اعمل المطر ومطر والشمس. كان معانا لهي زينة محاريم لهي ونستعمل لبها صباح وعشي، ما اليوم لا، اليوم اشتو لك برقعو بس ما اشتوها عاد احنا نشلها احنا. وضع الظلة على الرأس من العادات التي يكتسحها التلاشي حاليا، حيث زحف لبس البراقع بديلا عنها، وهو ما بات يفضله كثير من الشباب هناك. وللظلة نوع آخر صاف يخلو من أي تطريزات تلبسها المرأة للوقاية من حرارة وأشعة الشمس أثناء خروجها للعمل في المزرعة، ويسهل عليها أيضا حمل أكواب الحطب فوقه. ظلة فنانة نلبسها ساعة الحشيش، نلبسها ساعة الخرجة، حما نخرج في العصر وحما نخرج الصباح وحما نخرج الظهر، ما يصبرنا إلا بالظلة، نبك نحش بينها، نحطب بينها، نوارد بينها، نقرن بينها. احنا من هذا العصر نفضل لبس البرقع، سبب لأن اليوم ما حد يلبس الظلة والشيلة وما إليها، لأن يعني اليوم الناس يتطوروا، ذلك الواحد يفضل لبس البرقع. إن إحنا من نشتيش إحنا البوليطة، من نشتيش إحنا البراقع، من نشتيش إحنا يا خزنا البراقع والبوليطة، إحنا نشتي حق جدودنا وأبهاتنا، حق زمان، الشيال، الظلال، الشراشف. رغم مظاهر الزينة الجديدة والحديثة للمرأة في الريف اليمني، إلا أن الأهالي في قفل شمر يتفاخرون بموروثاتهم القديمة ومنها الظلة، ويسعون لإحيائها وانتشار لبسها بين زوجاتهم. شهدت تعز الأسبوع الماضي فعالية الحدث السنوي الإبداعي المعنون بيوم من السلام وتعبير الحر والفن، والذي أقيم بالتزامن مع اليوم المفتوح للفن في إيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية ومدغشقر واليمن، حيث تم تغطية الواجهات العابسة والشوارع المكتظة بالحزن برسومات وألوان تدعو للسلام والجمال والقيم والحياة. تعز ترسم السلام بريشة أبنائها في محاولة أزاحت غبار الحرب، وشاركت العالم في اليوم الفني المفتوح بألوان حملت رسالة الحب والسلام، وأعادت الجمال إلى جدران المدينة بألوان أزاحت الألم المخفي في أذهانهم. حضرنا اليوم الفعالية وها هي تعز تتفنن مرة أخرى بفنها بريشتها الجميلة لكي تبعث السلام، ولكي توحي لكل لمن لم يصل صوتنا إليهم أن تعز ستظل تتفنن دائما، سواء بفنها أو بثقافتها، بعلمها، برجالها، بشبابها. كان لأطفال تعز جدارا رسمت عليه أياديهم الصغيرة أشكالا مزجت فيها ألوان الحب المخفية بين مشاهد الحرب والدمار المحفورة في أذهانهم، التي أزاحتها ابتسامتهم المشرقة اليوم مما شاهدته أعينهم وعبرت به أيديهم. تعز العزة هي اليوم تحتشد لتقدم في يوم الفن المفتوح، اليوم المفتوح للفن، تقدم رسالتها الجميلة على جدرانها. الجميع يقدمون لوحة واحدة، لوحة جميلة، لوحة معبرة عن تعز السلام. موهبة الرسم وأرسم وإبداعي كل شيء، بس من شان أنسى الحرب والدمار والحزن كل شيء علشان بلادي. يعني في اليوم المفتوح عزفت تعز ألحان الحياة المدفونة تحت ركام الحرب، فأبدعت أيادي أبنائها بإزاحتها بألوان حملت أحلامهم الباحثة عن مستقبل يحمل الأمن لمدينتهم والسلام لوطن دفن تحت ركام الحرب. يعاني شاب كفيف يدعى بشار من هشاشة في العظام وفشل كلوي وارتفاع في ضغط الدم وأمراض عدة، وهو في الأصل يعود لأسرة فقيرة جدا ينتظر من يمد له يد العون ليساعده في العلاج.
عندما يصاب أحدنا بمرض ما فإنه يظل مهموما وحزينا، فكيف بمن اجتمعت عليه أمراض عدة؟ بشار الكفيف منذ الولادة والمصاب بهشاشة العظام والفشل الكلوي ومؤخرا الكبد، رجل ابتلاه الله تعالى بأمراض في جسده وتخلى أقرب الناس إليه عنه، ولا يملك إلا الاستعانة بالله تعالى فقط، يحاول جاهدا توفير مواصلات له للذهاب لغسل الكلى في مركز الكلى بالمستشفى الجمهوري بصنعاء، لكنه في أوقات كثيرة لا يستطيع الذهاب لضيق ذات اليد. أنا عندي فشل كلوي وأحتاج إلى علاجات وأحتاج إلى مواصلات، وعندي مفصل صناعي وعندي جهاز شديد قد هو شنفقر، وأحتاج إلى مواصلات، يعني ما أقدرش أوفر حق المواصلات والعلاجات. هذا المريض بيغسل معانا من بداية افتتاح المركز. المريض بشار بيعاني من أشياء كثيرة جدا بإضافة الفشل الكلوي، فالمريض مكفوف منذ الولادة، بالإضافة إلى أنه يوجد لديه مرفق صناعي، والآن نتيجة حدث المرفق نتيجة أنه أصيب المريض بهشاشة في العظام في طفولته. المريض بشار كمان يعاني من الجهاز الموجود الذي يستخدم لإجراء عملية الغسيل، هذا الجهاز على وشك الانفجار، فيحتاج توقيف الجهاز وعمل جهاز آخر ليتم عملية الغسيل. لا يوجد معها أحد، عايش عند واحد من أخوانه، والده ووالدته في تعز، لا يستطيع الذهاب إلى محافظة تعز للقاء بوالده نتيجة الغسيل، لا يتوفر لديه مواصلات أو يتغيب بعض الأوقات عن الغسلة نتيجة بعد مركز الغسيل عن مكان إقامة المريض، فلا يستطيع أن يوفر أجور المواصلات. أعياه المرض وهو لا يزال يلهث بالحمد والثناء لله تعالى، ويتمنى لو أنه يجد الفرصة الثمينة لمتبرع لزرع كلى حسب ما تقرر له لينهي رحلة الشقاء والعذاب، علها تنقذ روحه المنهكة والتي أنهكها المرض خلال 8 أعوام. أطلب من فاعلين الخير التفاعل معي، لأن وضعي الإنساني صعب. نناشد فاعلين الخير، نناشد المنظمات أن ينظروا إليه بعين الرحمة والشفقة للتخفيف من ألمه ومعاناته. ومن هنا يناشد بشار الإنسانية في قلوب الخيرين للنظر إلى حالته والتبرع له بمبلغ لإجراء عملية الفشل ومساعدته لتعود الحياة إلى روحه المنهكة من جديد. فصل من الإعلان ومن ثم نعود. الأعراس التهامية طقوس خاصة لا تتكرر. الرقص الشعبي في شبوة أحد الفنون التراثية الشعبية المستمرة. أهلا بكم. في محافظة إبل للزراعة مواسم مختلفة باختلاف المهاجل التي أصبحت من التقاليد المتوارثة من جيل لآخر، ومنها يتجسد حب الأرض الذي ينتقل من الآباء للأبناء على مر العصور. عندما تزرع بذرة تزرع الأمل، وعندما تصبح البذرة غصنا أخضر تزهر الحياة. لذا قالوا إن تزرع حديقة فأنت إذن تؤمن بالغد، وهذا ما جعل أصحاب الأراضي يهتمون بأرضهم وينقلون حبها لأبنائهم. هذا موسم التلام. موسم التلام. موسم التلام، الذرة والشعير والبر وال... نتلم التلام ونرجع نسلق ونرجع نكيم ونرجع. نبخش الأرض يعني ربي الزرع. تربي الزرع. ربي الزرع. بعد ما تبخشوها؟ بعد ما بخشوها يعني معروف بعد في الثور. على الثور يعني إذا أخو كبير يعني قبل الكيمة، قول لي بالكيمة نكيم. هذا عندنا نكيمة. تكيمه بليش؟
بالعدالي ايوه بهذا 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 بثور ايوه وبعده وبعده حفره نعمل حفره نعمل حفره لا ولا لا الركبه للركبه نعم. هذه اخر حاجه اخر حاجه اخر شغل. يعني الان كم باقي بعد المرحله هذه كم باقي مراحل ثلاث مراحل وبعدين خلاص معنا ننتظر من بعد الخير. وباختلاف مواسم زراعه الارض تختلف المهاجل من منطقة لأخرى، بل تختلف كذلك من وقت لآخر في ذات اليوم، فهناك مهاجل للصباح وأخرى للمساء تبشر بنزول رحمة الله وسقيا الأرض والبشر. يا سحاب الخير دعي الله خير بشري بالخير دعي الله خير هذا حق الصباح حق الظهر يا سحاب الخير يا سحاب يا سحاب الخير بشري بالخير رضي الله سعيد. الزراعة حرفة أتقنها الإنسان اليمني منذ القدم، فاعتبرت من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها، ومهما مارس مهنة أخرى إلا أنها تظل تجري في عروقه، رغم أن بعض المناطق ما زالت تستخدم الحيوانات والأدوات البدائية في ذلك. نستخدم الأثور اللي عندنا ما بش حركات ما يوصلنش الحركة ما بش طريق عادوا شقرنا للشيخ الشيخ عادوا شقرنا الطريق هذه واللي كنا اللي بجزيري ما يوصل عندنا شيء. حراثة الأرض في الوطن خير من عد النقود، فليس أعذب من الأرض، القمح والعمل الصالح لا ينبتان إلا في أرض طيبة. يعد الرقص الشعبي في شبوة أحد الفنون التراثية الشعبية التي لا تزال مزدهرة حتى اليوم، وتلك الرقصات تمارس في الاحتفالات ومواسم الزواج والأعياد والعديد من المناسبات. هذا التقرير يرصد تلك المناسبات وأهمية هذه الرقصة الشعبية. تزخر محافظة شبوة بالعديد من الرقصات الشعبية المتنوعة، حيث يمثل الرقص بأنواعه المختلفة واحدا من أنواع التراث الشعبي الذي يعبر عن النزوع الحضاري والقدرات الإبداعية التي تختزنها شبوة. وتتنوع الرقصات الشعبية وتتعدد في شبوة، ومن أهمها الشرح، العسكرة، التجويف والزفة الجبلية، القرعة، رقصات الزفاف. محافظة شبوة تزخر بتراث يعني أصيل خاصة في الرقصات الشعبية في الزواجات. والرقصات الشعبية تنقسم إلى نوع يسمى البرع، يأتي بمزمرين ويكون رقصات معروفة في البرع، ونوع من الرقصات يسمى السمرة، يكون حضور جماعي كبير وفي صفين ويتنافسون الشعار حول يعني ما بينهم البين. لكن رقصة الشرح تنتشر في أغلب مناطق المحافظة مع وجود اختلاف بسيط في الأداء بين منطقة وأخرى، لكنه لا يؤثر على الملامح القديمة المشتركة لهذه الرقصة ولا يغير من طابعها العام، ويقوم بتأدية هذه الرقصة راقصين فقط وسط المدارة ذهابا وإيابا، بينما يقف بقية الراقصين في صفين متوازيين وينظم صوت الإيقاع بحركة أرجلهم في الأرض، ويستخدم فيها الطبل والمزمار والمدرف والناي. محافظة شبوة تشتهر بهذه التراث الشعبي والرقصات الشعبية الجميلة والرائعة التي تقدمها بين الحين الآخر في المناسبات الوطنية وفي الأعراس وفي كل المناسبات والاحتفالات الكبيرة التي تشهدها محافظة شبوة. هناك فرق للرقص الشعبي في نصاب مثلا في الصعيد. فرقة شبوة للرقص الشعبي واحدة من أفضل الفرق الفنية على مستوى اليمن كما يقول المهتمين بشؤون الثقافة والفن والتراث أيضا، فقد كانت لها صولات وجولات وإنجازات متعددة داخليا وخارجيا، وكانت للفرقة أنشطة ومشاركات عديدة على مستوى المحافظة واليمن، وكان لها أيضا مشاركات خارجية، وقد حققت الفرقة إنجازات ومراكز متقدمة في مشاركاتها، فحصدت المركز الأول في التراث والرقص الشعبي على مستوى الجنوب عام 1984 وعام 1986 أيضا،
وكان للفرقة مدرب روسي استطاع أن ينجح في غرس المفاهيم العلمية في الفرقة، وحاليا ما زالت الفرق تشارك في المهرجانات. فرقة الرقص محافظة شبوة هي فرقة عريقة جدا، تأسست في بداية الثمانينات، في مطلع الثمانينات، وأتذكر أنه فازت في 1982 على ما أعتقد في مهرجان اسمه مهرجان الأعراس في عدن، كان فازت بالمركز الأول وحققت نتائج يعني كبيرة. أيضا شاركت على المستوى الدولي، شاركت في موسكو، شاركت في كوريا، شاركت في تونس، شاركت في مصر، شاركت في العراق، شاركت في عدة دول عربية وأجنبية. هي فرقة عريقة بكل المقاييس، ونحن نعمل على تطوير هذه الفرقة والمحافظة عليها. وهكذا يبقى الرقص الشعبي بأنواعه المختلفة واحدا من وجوه التراث الشعبي في محافظة شبوة، تراث يعبر عن النزوع الحضاري والقدرات الإبداعية التي تختزنها محافظة شبوة. تتميز الأعراس التهامية بطابع خاص، حيث تختلف فيها طريقة الزفة التي تتم على الخيول، إلى جانب العديد من العادات الشعبية المختلفة التي سنتعرف عليها في هذا التقرير. تختلف العادات والتقاليد في مراسم الزفاف أو الأعراس باختلاف وتنوع المناطق اليمنية، والتهامة نصيب وافر من هذه العادات التي تتفرد بها عن غيرها من المناطق لعاداتها وتقاليدها المميزة، والتي تبدو جلية من خلال الأجواء الفرحية التي يتشاركها الجميع. الأرز حق تهامة ميزنا الغداء مميز، والتخزين به تمييز كثير جدا. وبالنسبة للزف، في زف زفنا الأريس على الحصان على الدباب، يحقفون قدامه ويعطون برش. ما هو البرش؟ يبرش زي كل برش، كل برش قديم، الناس الأولين القديمين كانوا يبرشون ويحقفون ويتسيفون ويطلقوا الرصاص بشيء مميز وفرحة جميلة وكل شيء. تعبيرا عن الفرحة بهذا اليوم البهيج في تهامة وهو يوم الزفاف، يقوم معظم الحاضرين كما هو حال العرسان بحمل البنادق على أكتافهم كمظهر من مظاهر الفخر والزينة، وإطلاق بعض الأعيرة النارية تعبيرا عن فرحتهم قبيل الذهاب لتناول وجبة الغداء والاستعداد لفترة المقيل، والتي يتم تحضيرها على الحطب في قدور تليق بحجم هذه المناسبة. الأعراس هنا ما هي زي ما المدينة، المدينة قاعات يعني الماكل المطاعم يصلحونا. هنا الواحد يجيب له أربع بلوك، يجيب واحد طباخ يطبخون، يجيب خشبنا سلام سول، يزفوا يجيبون مرافق يزفون على الخيل على الدبابات، هاي دي يزفون يتغدون، يعني يزفون الصباح ساعة 10 ويرجعون بعد العصر، بعد صلاة العصر يزفون. طيب زفة ثانية. المقيل أين يتم؟ المقيل يعني المقيل يوطن سقيفة للمقيل هناك ويخزنون ويرتاحون بعد الزف خلاص. الذي يروح له يروح، الذي يرتاح يرتاح يخزن. رأي المطبال يكون ميزة دقة حقها مميزة جدا جدا. كيف؟ يدق المرفا زي ميز جدا جدا، وبعدين يكون فيهم يتحاب حركات كذا، حين يتمدد يكون يدق الطبل، حين يطنب، حين يدر قدام الأريس، ويهاب حركات جميلة جدا جدا في كل شيء، يقول في كل الطبع حركات حكا حكا الطبال في كل أي حاجة. لعل من أبرز ما تتميز به الأعراس التهامية هو نمط الزفة الخاص بها وذو الطابع المختلف، حيث يزف العرسان على ظهور الأحصنة في جولة حول الديار تصحبها الرقصات الشعبية المتنوعة والتي تستخدم فيها الطبول بشكل الرئيس. الآن نتابع وإياكم مجموعة من الأخبار القصيرة.
تعرض شاب يمني وزوجته لحادث مروري شنيع في نقل يسلح على طريق صنعاء ذمار ناجية منه بأعجوبة. وفي تفاصيل الحادث، عندما أصرت الزوجة على أن تقوم بقيادة السيارة عند وصولهم نقيل يسلح، وتحت إصرارها رضخ الزوج للطلب وسلمها القيادة، وما أن بدأت الزوجة في القيادة لمسافة قصيرة حتى انحرفت السيارة وكان الحادث. حصلت اليمن على المركز الأول في مهرجان الثقافات العالمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحصل الجناح اليمني على سيارة ومبلغ مالي بعد منافسة مع 90 جناحا يمثلون 90 جنسية من طلاب الجامعة. حصد الفيلم الوثائقي القصير قصر يأبى النسيان لثلاثة من شباب حضرموت حصد جائزة أفضل مونتاج والسيناريو في مهرجان واسط الدولي للأفلام بالعراق الذي تنافس فيه 45 فيلما من الدول العربية. بهذا نصل بكم إلى نهاية صدى الأسبوع، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.